دلوقتي مع المهندس محمد جلال خبير الطاقة الشمسية هنتعرف على مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الزراعية الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية لاستخراج المياه الجوفية. هو تقرير شديد الأهمية وهيوضح ضوابط التمويل للحصول على محطات الطاقة الشمسية. خليكم معنا. دلوقتي حضراتكم هتقابلوا واحد من أهم خبراء تصميم وتحديد قدرات وتركيب محطات الطاقة الشمسية في مصر، المهندس محمد جلال رئيس شركة إي سولر لمحطات الطاقة الشمسية، عشان نشرح لحضراتكم مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل إنشاء محطات الطاقة الشمسية لاستخراج المياه من الآبار الجوفية في القطاع الزراعي، وده ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفايدة 5%. كمان المهندس محمد جلال رئيس شركة إي سولر لمحطات الطاقة الشمسية هيشرح آليات الاستفادة من المبادرة وكمان استغلال محطات الطاقة الشمسية في بيوتنا للاستفادة منها في تقليل تكلفة فاتورة الكهرباء. ركزوا معاه. البنك المركزي المصري طلع قرار هام جدا بإدراج كل محطات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي ضمن مبادرة 5%، يعني مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. ده ممكن يعمل تحول كبير جدا في استخدامات الطاقة الشمسية. حصل. طيب شايفها ازاي النهاردة بعد هذه المبادرة؟ شايف ان انت اخيرا بدأت تمشي في الاتجاه المظبوط واتجاه صحيح، بتدعم فيه اكبر قطاع بيضر حجم مدخولات موجود في مصر وجمهورية مصر العربية اللي هو القطاع الزراعي. فالنهاردة يعني تقدر تقول الحلم بدأ يبقى حقيقة فعلا. كنا فين وبقينا فين، وخاصة البنك المركزي موجه ان الموضوع داخل ضمن المبادرة بتاعت الدعم بتاع سيادة الرئيس. انت بتتكلم في 5% 5% وتناقصة، ده رقم محدش كان بيحلم بيه. الشروط بتاعته بمنتهى البساطة، اي حد مقنن وضعه، يعني مقنن وضعه يعني انت يكون عندك الارض بتاعتك ليها عقد رسمي مقنن، البير مطلع رخصة بير، او لو انت شركة سجل تجاري وبطاقة ضريبية والورق القانوني بتاعك، بس اهم حاجة تكون الارض مقننة ومعاك رخصة بير. انا كمزارع بروح اتقدم للبنك الاهلي المصري او البنك الزراعي المصري، ولا باجي لحضرتك الاول وحركة اللي تحول ورقي؟ الاتنين متاحين. حضرتك كمزارع لو توجهت لاي بنك، اي فرع من فروع البنك الاهلي او اي فرع من فروع البنك الزراعي هيرحب بيك جدا، وهتبدا ان انت تاخد الاجراءات لحد ما يجي يقول لك عايزين عرض سعر من الشركه اللي هتنفذ لك عشان خاطر نعتمدها ونعتمد لك القيمه اللي هتنزل لك في المشروع. والعكس صحيح، لو حضرتك توجهت لاي شركه من شركات الطاقه الشمسيه النهارده كلهم عندهم علم بالمبادره وشغالين بيها، وفي نفس الوقت احنا بناخد الورق بتاع العملاء وبنوجه العملاء على اقرب فرع ليهم وبنتعامل معاه. هنعكس ده ازاي بقى على البيوت؟ بيوتنا احنا الكهرباء بتزيد علينا برضو، مفيش اختلاف. فاتوره النهارده 2000 و3000 جنيه. انا شايف عند حضرتك نموذجين النهارده، سخان وادي محطه طاقه شمسيه. انت قلت لي ده ينفع للبيوت وده ينفع للبيوت. مظبوط. افهم دلوقتي بالنسبه للبيوت، احنا في الاول وفي الاخر لو تفتكر احنا كلمه قلناها زمان، قلنا ايه؟ انت رايح للطاقه الشمسيه رايح، انت جاي بس السؤال انت جاي امتى؟ امتى دي اللي بيتحكم فيها التكلفه الحاليه اللي عليا. انا بيت النهارده او شقه فاتورتي 400 جنيه، لسه بدري. طب امتى اقرر ان انا لازم اخد خطوه ناحيه الطاقه الشمسيه؟ لما الاقي 400 بقت 1500 و2000. الله يبارك لك. انت في عندك بيوت فاتوره الكهرباء بتاعتها بتعدي ال 2500، في عندك فيلل حدث ولا حرج. ده لازم يروح، ده مفيش فيه هزار. محطه البيت تتكلف كام وازاي، وهتعاقد ازاي مع شركه الكهرباء، وهل هيرضوا ولا لا، هل في معوقات في التعاقد ولا لا؟ رقم واحد، انا بشوف القيمه بتاعت الفاتوره بتاعتي كام، لقيتها معديه ال 1500، ابدا ادور على شركه طاقه شمسيه. بعد كده بنوصل لشركه الطاقه الشمسيه، شركه الطاقه بتاخد الداتا بتعمل لك عرض بناء على القيمه اللي هي قيستها بناء على عرض هندسي عشان خاطر ده هيبقى مناسب للفاتوره بتاعتك لاستخدامك انت. تمام. بعد كده بنقدم الملف ده لشركة الكهرباء، بنقول لهم احنا عايزين نركب محطة بالقدرة دي للعميل ده في المكان الفلاني على العداد الفلاني. اديك كهرباء وتحاسبني عليها اخر الشهر. مش هحاسبك، انا هاخد منك كيلو بكيلو. تمام.
هو ده، خلي بالك ده افضل ليك بمراحل، لان لو شركه الكهرباء حاسبتك الكيلو بجنيه انت هتديها كيلو بجنيه، طب لو جم حاسبوك الكيلو ب 100 جنيه هتديهم الكيلو ب 100 جنيه. طب افرض انا زايد، هيبقى ليك رصيد كيلو وات يترحل معاك للشهر الجاي. تمام، يعني مسافر مش عارف ايه، قفلت البيت، هو كده كده شغال، ما عندكش مشكله شغال، وهو بيرحل نفسه لايه؟ وبتخزن لي لا بيتخزن لك كرصيد كيلو. تمام، لكن مش فلوس. مش فلوس. تمام تمام. بس شركه كهرباء بتدينا موافقه بننزل نشتغل، وبناء على كده بنخلص المحطه وبنبلغ شركه الكهرباء. شركه الكهرباء هي اللي بتيجي بتستلم المشروع بناء على المواصفه القياسيه اللي موجوده في شركه الكهرباء، بتعتمد بتمضي هي تعاقد مع العميل على العداد الجديد، العداد التبادلي، بيغيروا له العداد القديم ويركبوا له عداد جديد واشتغل. انت قلت لي سعرها كام دي الاول؟ دي مع المحطات برضو قدرات، من كام لكام؟ خلينا نقول متوسط سعر الكيلو وات في المنظومات المنزليه بتتكلم تقريبا في رينج 15000 جنيه، يعني لو انا عايز اعمل مثلا محطه 10 كيلو 150000 جنيه. السخانات طيب امتى الجا لها وتبقى حاسمه وضروريه في البيت؟ تمشي جواها الميه لغايه لما تتجمع فوق وتنزل لي في كل الحمامات وكل المطابخ ميه سخنه. السخانات فيها ميزه خرافيه، السخان ميزته بمنتهى البساطه ان ممكن اي حد في اي شقه مهما كانت صغيره وحجمها يركب سخان. ليه؟ لان هو ما بيتعداش حجم الفوت برينت بتاعه اللي انت شايفه ده. صحيح، حوالي 3 متر بالكثير بس كده. وده سخان 300 لتر، 300 لتر ده يقوم بشقه فيها 5 افراد. طيب القيمه بتاعت السخان كام؟ خلينا نقول بيتراوح من، ممكن تقول مثلا بيبدا من 23000 جنيه لحد 35000 جنيه. يوفر لي قد ايه؟ 25% تقريبا من فاتوره الكهرباء بتاعتك. طب يعني هي مهمتها انها تقلل الكهرباء 25%، توفر لي ميه سخنه دايما بشكل مستمر. مظبوط. بكره اخد منها طاقه؟ لا، احنا ده مخصص للسخان. لا ده مش خلايا، ده مجمع عشان خاطر تسخين المياه. الميه تمشي جواه وتسخن. ال- 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 الميه جواه ماشيه في مواسير الزجزاج عشان خاطر تسخن، يبقى انا باخد من ده ميه سخنه، الخلايا احنا بناخد منها كهرباء. في سخانات بتحط فيها الكهرباء احتياطي عشان خاطر لو انت عندك يوم ما فيش فيه سطوع يبقى انت عندك الكهرباء تعرف تخش تعوض. لكن غير كده يا شغال لغايه الساعه 6 هي شغاله عندك، ما عندكش مشاكل. وما فيهاش تخزين برده؟ ما فيهاش بطاريات؟ لا 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 خالص، ده انتاج مباشر. طب افرض انا عايز احط بطاريه عشان ليل ونهار اشتغل بيها. ما انت شغال ليل ونهار، ما حدش قال لك ان انت مش شغال. ما انا شغال بالنهار هنا وبالليل شغال بطاقه الحكومه او كهرباء الحكومه. لا، في السخان انت معاك ميه سخنه، معاك خزان ميه سخنه. خلي بال حضراتكم، المهندس محمد جلال رئيس شركه اي سولار بيتفرد بوكاله شركه بور باور لمواسير ضخ المياه من الابار الجوفيه، وهي البديل الحتمي للمواسير الحديد، يعني لا تاكل ولا برومه ولا صدا ولا احتكاك. وبالمناسبه دي فيها براءه اختراع عالميه لقفل الجلبه مع الماسوره، يعني الجلبه عمرها ما تفلت من المضخة مع اهتزاز الموتور، وتصممت مخصوص للهدف ده. ده بخلاف انها مصممة لتحمل الاوزان، يعني مثلا المضخة والموتور وزنهم بيعدي 300 كيلو جرام، ووزن عمود المية بيعدي طن. ده بخلاف وزن الكابل البحري. كل ده الماسورة بتتحمله. باختصار، حديد في مية اكيد عمره الافتراضي محدود، لكن الماسورة مصنوعة من مادة UPVC بتكنولوجيا ألماني وخبرات هندية. باشمهندس محمد جلال، يعني دايما بنتكلم عن مشاكل الطاقة الشمسية وازاي ننشرها وازاي ان احنا نفهم الناس قيمتها وازاي انها طاقة متجددة وازاي انها طاقة نظيفة، وازاي ان في دول في العالم بترفض دخول اي حاصلات زراعية ليها غير المزروعة على الطاقة المتجددة النظيفة. طيب انا عايز نصيحة قبل ما نقول النصيحة، نقول معلومة ونضيف ان الدول اللي بتشترط وجود طاقة شمسية في الصناعة بتاعتك أو الزراعة بتاعتك، خلينا نقول إن دول أنت بتقدر تبيع لهم المحصول بتاعك بسعر يختلف تماما عن سعر المحصول العادي. فمعنى كده إيه؟ معنى كده أن أنا بيتفتح لي أسواق جديدة وبيتفتح لي هامش ربح جديد أقدر أن أنا أشتغل بيه وأنا مرتاح. النصيحة بقى وأنا بشتري، أدخل أبص على الخلية إزاي؟ أبص على الشركة أشوفها إزاي؟ فهمني. ملكش دعوة بالخلية، ملكش دعوة بأي حاجة، بص على الشركة، الشركة هي الأصل. دور على شركة تعرف ترجع ليها وعليها، دور على كيان يقدر إن هو يلبي لك رغباتك بمعرفة فنية مظبوطة بسعر يكون مناسب ليك، بتسهيلات يقدر إن هو يوفرها لك عن طريق البنوك. قبل ده كله دور على كيان تقدر ترجع ليه وعليه. خلي بال حضراتكم، المهندس محمد جلال بيوفر فعلا خلايا شمسية مختلفة بجد، بتصنعها شركة كنديان سولار، وهي شركة كندية بتشتغل في الصين بمواصفات عالمية. كمان هي أفضل استخدام لتطبيق المضخات،
لأن خلايا شركة كنديان سولر بتتميز بأنها بتنتج أعلى أمبير، وده اللي خلى المضخات بتحتاجها عشان تشتغل بأعلى كفاءة. وبالمناسبة شركة كنديان سولر من أكبر 5 شركات في العالم لتصنيع الخلايا الشمسية، وهو الموزع الرسمي ليها في مصر. هل البنوك معتمدة شركات معينة لعمل محطات طاقة الشمسية؟ البنوك بتعتمد شركات رسمية. يعني إيه؟ يعني أنا عشان خاطر البنك يعتمدني لازم أكون شركة ليا سجل تجاري وليا بطاقة ضريبية وليا ملف تأمينات وليا شهادة اعتماد من الهيئة، لازم أكون كيان قائم. على فكرة أنا عايز أقول لك حاجة، قرار البنك المركزي أنا بعتبره انتصار لحضرتك جدا، لأن يعني أنت اللي طالبت مرارا وتكرارا بدخول محطات الطاقة الشمسية ضمن مبادرة دعم المشروع الصغير والمتوسط. ده حقيقي. عشان كده احنا بنقول النهارده لكل العملاء، اليوم اللي بيعدي وانت مركبتش فيه محطه انت خسرانه. في القطاع الزراعي؟ في اي قطاع، طالما عندي احتياج يبقى اذا اي يوم بيعدي عليا انا ما غطيتش الاحتياج ده بيساوي خساره. عايزنا كلنا نجيب مثلا الفواتير لمده سنه ونشوف تصاعدت ازاي. مظبوط. لو انا عايز اقول لك على حاجه مفزعه. عارف انت لو عملت ده، انت لو عملت ده بينك وبين نفسك والله هتتخض، مش هتصدق. طب استها ممكن يبقى كام؟ يعني تقريبا نفس قيمة الفاتورة اللي انت بتدفعها، يعني انت مش هتحس بأي تغيير، ولكن انت هتدفع لمدة معينة وبعد كده فور فري. الفرص كتير للاستغلال الامثل للطاقة الشمسية، ومفيش جدال انها امل كبير للقطاع الزراعي، وكمان في حياتنا بخفض استهلاكنا من الكهرباء بمحطات شمسية منزلية. وعلى فكرة تكلفتها بترجع في 3 سنين، ولو العمر الافتراضي لمحطات الطاقة الشمسية 25 سنة يبقى 22 سنة بنستهلك فيها الطاقة ببلاش.